بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن وداد من بيجيت خيك وداد، اختصاص ديالنا بيع وشراء الدبعات والسكارى، كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء قصرة المجرى في شارع نورمون ديال المعارف. مرحبا بكم، مرحبا بالمتابعين ديالنا، مرحبا بالناس اللي كيتبعونا. نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين، الله ييسر لكم ان شاء الله، والله يحفظنا ويحفظكم يا ربي. اليوم ان شاء الله كما العادة مع عاوتاني نهار جديد في الهميزات، وجدنا لكم بزاف ديال الموديلات في السناس الكروميطات الاخوات. مهم باراشي ديال الذهب، اي حاجه بغيتي ان شاء الله غادي تلقاوها، كاين دي بياس زوينين، شي حاجه خديناهم، شي حاجه مازال عندنا. ونتمنى والله ان شاء الله هاد الساعه اللي غندوزو معكم عاوتاني تكون ناشطه وتكون فيها ما نكونوش ثقال عليكم. مرحبا بكم في البيع والشراء، البيع والشراء الحمد لله ديما كاين. الله يحفظك امين فريده، الله يحفظك اختي كريمه، وعليكم السلام، مرحبا بكم يا ربي امين، الله ييسر لنا ولكم ان شاء الله. الله ينورك امين ياك. تحيه الناس ديال كندا، يسرى الله يحفظك يا يسرى من كندا. كاين الناس ديال كندا، قول لنا كيفاش دايرين تما، كاين شي برد، كاين شي شتا، كاين شنو كاين؟ الله يبارك فيك، الله ييسر لكم امين يا ربي امين. كاين مجهود الخير اليوم مجهود. انا غادي نجي من المانيا لعندك نيشان، شوف ملي تنزلي من المطار عيط لي انا نمشي نجيبك، كاع داك الاورو اللي عندك نحيدهم لك، عاد سيري دير لنا شي ثمن زوين في واحد البغوش عجبتني، واخا ان شاء الله مكلتهم، قول لي غير انا وحده ونقص لك. شوفوا قلت لك واحد الكاميرا، قلت لك نضبه ديال، شوف الفيسبوك، اه بعض المرات تطلع شي حاجه ما اه بصح السيستم ديالك غادي تشوف. لا واخا تمسح، ها لا نعاود نقطع ونرجع، راه ماشي من اليوتيوب، فيسبوك، فيسبوك الناس ديال الفيسبوك غنقطع وعاد نرجع باش نقاد الكاميرا. الله يعطيكم الخير، دابا غادي نرجع ها كان، انا قلتها لهم دابا غنرجع لهم هاك قادو. نوتي نطلع لك الناس ديال اليوتيوب كيما درنا لكم التليفون باش مابقاش عندكم مشكل في التليفون، باش يبقى الصوره بحال الانستغرام بحال الفيسبوك امين. بغينا نكون بارطاجيو ان شاء الله. نكتب لكم مرة التليفون ديالنا في الانستغرام 06 72 47 68 29، وكاين 06 72 47 68 29. واحد وستين، اثنين وستين، 74 36. اللي أول مرة كيتفرج فينا مرحبا به، وكنقول له حنا راه كنديرو الذهب المستعمل، كنقول له حنا الهميزات. أي حاجة عجباتك ممكن تعيطي في هذوك النوامر اللي عندنا لتحت إن شاء الله، وتريزيرفي أي حاجة عجباتك. بالنسبة ليفريزو في المغرب كامل، كان ليفريو المغرب كامل فيما كنتي يجيك حتى للدار، عن طريق الأمانة وعن طريق واحد الشركة ديال رابيد، ما فين كنصيفطو حاليا. انت كاين هاد السطور هذا، ولا ابراهيم بغاش يطلع؟ ها هادي الحمام، هذا كاين هاد السطور هذا، السطور زوين، وكاين واحد انت واحد دي ديال لويز هذا، فيه تقريبا شحال من لويزه في هذا، ها انت واحد البلاد ديال لويز فيها جوج 4 6 8 10 12 17 لويزة والسنسلة كاين راه ثقيلة هادي. ها انت بلاد فيها 17 لويزة وبالسنسلة ديالها، ها هي تقريبا راه كدير شي 77 ألف درهم، فيها 17 لويزة وفيها السنسلة في شي 30 غرام.
التاج كاين، ها هو التاج موجود دابا وحدايا. طلبت انا موجود، ها هو الانسان التاج. ما بغاش ان شاء الله يا ربي امين. اللي جبته ما كنتمناو ان شاء الله، كنتمناو ان شاء الله يكون خير. خير ديما كاين ان شاء الله، اللي يجيب غير رزق ان شاء الله. ياك الناظور ياك، المهم بحال بحال ماشي مشكل. صافي بغاش يطلع شنو معمول؟ الوسط ما كتخرج من الوسط كي خصك تبان الوسط. اخا 06 بارطاجيو بارطاجيو الدراري عفاكم. 06 72 72 47 68 29 هذاك خلي خلي هذاك الشيء. 06 61 62 06 61 62 74 36 الابتسام. مرحبا الابتسام الله يبارك فيك. نازل الفيسبوك احنا رجعنا لكم، احنا قدينا الكاميرا دابا شوفوا واش مزيان. الخاتم مهميزات قياس 64، واخا انا غادي نشوف لك ان شاء الله. غادي يكون غادي يكون كلشي غادي يكون خويا. غنبدا لكم بالبراسليت، حيت ديك المره قلت لكم البراسليت ما دوزناهمش هذيك المره. ياك شي مشكل، حنا بكلشي غير يضحك. ضحك وخذ راحتك، قال لك اللي ما شريت تنزه نضحكوا مولا ربي. ياك وندوزو معكم هذه الساعه هذه نضحكوا فيها ونبيعوا يشريوا فيها ونتنزهوا فيها، واللي عجبته شي حاجه مرحبا، اللي ما عجبتش شي حاجه مرحبا. الله يبارك فيك. لا اختي الراد كل منقوشه لا ما كايناش، الراد كل منقوشه عندي وحده سامبل، وحده اللي عندي فهذيك السامبل نوريها لك ان شاء الله. كاينه وحده هي هذه، ها هي، ولكن ماشي منقوشه. ها هي كدير 18800 درهم، 1880 اورو، مليون و178 الف ريال. هذه السلسله اللي في عنق، هذه لويزا فيها 17 لويزا، هذه كدير 77000 درهم، 7 المليون 7700 اورو، فيها 17 لويزا وفيها السلسله بوحدها هي ثقيله. السلسله كدير تقريبا بوحدها السلسله فيها شي 30 غرام. الله يحفظك الابتسام، شكرا. امين يا ربي امين. اخ انا غادي نوريك كل شيء، هذاك الشيء اللي عندنا غادي نوريه لك ان شاء الله، كل شيء غادي يبان. المهم نبداو على نبداو بالبراسليات اللي قلت لكم، بما يدخلوا الناس انا غندوز البراسليات ان شاء الله. معناتها كاين هاد البراسليات عندي منهم جوج، هادو فهمت. هاد البراسي الثمن ديالو دا كيدير 5800 درهم، 5900 درهم، 590 اورو 100 شي مسطر عافاك حسين، 590 اورو 118 ريال، 118 ريال. القياس ديالهم فيهم 6.1، هادو روميين، هادو كلهم غادي ندوز لكم البراسليات روميين اللي كيتلبسوا واحد واحد، كلهم روميين، هادو كيتلبس واحد حيدا من 30000 درهم.
30000 درهم حيد منها 300 10000 درهم حيد منها 350 درهم ديال اشرف. واش فهمتي؟ كاين جديد الاخوه مارياج كاين الله يحفظك السي حكيم اللي ناوي عليك ان شاء الله يا ربي. هذا قلنا الثمن ديالهم 4900 درهم 5900 درهم الواحد 590 اورو 118 ريال الواحد. القياس ديالهم 6. كاين هذا البراسي هذا الثمن ديالو حتى هو كيدير 6000 درهم 600 اورو 120 ريال. القياس ديالو 5.6. وكاين هذا الثمن ديالو حتى هو كيدير 7150 درهم 715 اورو 143 ريال. القلاده ديال الذهب عاوتاني بدا كيطلع الذهب عاوتاني بدا تشحر عاوتاني اليوم داير 493 اليوم اللي داير الذهب. كنقول لك واحد اليومين غيدير 5 درهم هادشي اللي كيقولوا دابا الذهب ما كاينش قليل والذهب دابا طالع بزاف عاوتاني 492 درهم اليوم. هذيك النهار كانت 80 و 85 عاوتاني بدا كيطلع اليوم. هادي الثمن ديال هذا كيدير 77000 درهم اللي داير هاد القلاده هادي. بعدا نشوف واش الثمنيت هي هذيك راه ولا داوي 77000 77200 درهم 77200 درهم 7 مليون و144 الف ريال. اللويزه كدير 70 الف ريال. اللويزه الصغيره والكبيره دايره 90 الف ريال. هادي قلنا 7150 درهم 715 اورو 715 اورو. هادي شحال من لويزه فيها؟ فيها 17 لويزه 17 لويزه اللي فيها. هذا الثمن ديالو كيدير لا 485 ماشي 585 لا الماده الخامه دابا كدير 400 492 درهم. هذا كيدير 7000 درهم. هذا 7000 درهم 700 اورو. هذا 7000 درهم 140 الف ريال. ها هو 7000 درهم 700 اورو. انت كاين هذا الثمن ديالو كيدير 8150 درهم 815 اورو. هذا 162 الف ريال. هذا واخا انا غنوريك كاع اللي عندي سرات الدبالج كلشي غادي ندوزهم لك دابا غادي ندوزهم ان شاء الله. ياهي ياك اسما واخا اختي ولينا السرات واخا نوريهم لك ان شاء الله. كاين هادو هادي هي كاين هنا ها انت كاين هادي الثمن ديالها كدير 7500 درهم 750 اورو 150 الف ريال. هذا 7500 درهم 750 اورو. اللويزه ديال 20 فرانك كدير 4500 درهم 450 اورو 90 الف ريال. ولا بغيتي بزاف نقصوا لك شويه. ها انت كاين هذا كاين هذا بحال الكلاش الثمن ديالو كيدير 5300 درهم 530 اورو 530 اورو 530 اورو 106 الف ريال. القياس ديالو 5.7 5.7 هذا. ها انت كاين هذا براسلي كارتي بالحجر ولكن هذا فيه الحجر كله مسيرتي بالحجر والقياس ديالو 5 اونص. هذا لا 5.2 كاع هذا 5 هذا قياس 5 اصغر قياس ولكن ثقيل ديال رافينيتي. وسولت زعما باش نعرف الساعه شنو الساعه ما عرفتش شنو الساعه بغيتي. هادو كلهم اللي بغا ستيروميين غادي ندوز لكم بزاف ديال اللي بغا ستيروميين وكل واحد شنو بغا فيهم. ها انت كاين بزاف ديال اللي بغا ان شاء الله ندوز لكم. كاين لي فان كليف هما لي فان كليف عندي بزاف منهم في الابيض في الصفر في الاحمر
هذيك المادة الخامة دايرة اليوم 462 درهم، علاش ما كت الثمن العالمي في المغرب؟ إلهام اختي بالنسبة باش نفهمك، بالنسبة هنا في المغرب حنا حيت ما عندناش دابا كاين الطلب، حنا زايدين على لابورس ديال برا، ولكن هنا في المغرب كاين الطلب بزاف حيت ما كاينش الذهب بزاف. دابا انت واخا تبغي تشري مثلا، كاين الناس دابا اللي كيخدموا مثلا كيبغي يقلب، كاين اللي كياخذ 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو مثلا، الا بغيتي ما تلقاهش واخا عندك الفلوس ما كاينش، وكيكون الطلب اكثر، كاين الطلب اكثر من الطلب، من العرض الطلب اكثر من العرض. داكشي علاش كاين الاقبال على الذهب، داكشي علاش طالع. دابا انت الا عندك دابا تبيعي، جيبي ب 460 وغتبيع ب 490، يلا اختي جيبي، حنا نشريو من عندك اجيبي. كاين هذا الفان كليف، هذا كيدير 9500 درهم، 9500 درهم 950 اورو 190 الف ريال. هذا القياس ديالو فيه 5.9. كاين هذا كيدير 7400 درهم، هذا اللي فيه الفيليلات 740 اورو 148 الف ريال. كاين هذا في الابيض مكتوبه فيه هنايا مطبوع هنا بفان كليف، ها هو هنايا في الابيض، كاين في الابيض وكاين في الصفر، هما عندي جوج منهم، حتى اللي بغات تاخذهم بجوج زوينين، باقيين نقيين باقيين جداد. هذا الثمن ديالو كيدير الصفر 8300 درهم، الصفر كيدير 830 اورو 166 الف ريال، والبيض كيدير 9700 درهم، حيت ماشي بحال في الميزان. هذا فيه 14 غرام ونص، وهذاك فيه 16 غرام و90. نعم خديجه مرحبا، ها انت ايوا كاين هذا الفان كليف، ولكن قياس كبير، هذا دار فيه 6 ونص، هذا القياس ديال الفان كليف كيدير 8000 درهم، 800 اورو 160 الف ريال. البورصه العامه ما فيهاش انا اليوم هاني دخلت براسليات، انا اليوم عاد خديت البراسليات، حسب لي 600 درهم الجرام، فيهم 30 غرام، واش مزيان اخويا حسن؟ اختي بالنسبه لا دابا الجديد جد، دابا راه كاين 600 درهم والفوق في الجديد، حيت الذهب دابا طالع، داكشي علاش دابا كيحسبوا دابا الجديد تقريبا، الجديد تحسبي 600 650، كاين حتى 700 درهم الجرام على حسب، مزيان 600 درهم، مزيان 600 درهم الثمن الجديد مزيان. هذا كيدير 8000 درهم، 800 اورو 160 الف ريال. هذا 160 الف ريال، قياس 6 اونص، ها هو. وكاين هذا قلنا هذا اوغوز، هذا الثمن ديالو كيدير هذا ثقيل شويه، فيه 24 25 غرام، كيدير 14250 1450 و25 اورو، مليون و84 الف ريال. هما دوك كلهم لي فان كليف دابا اللي عندي روميين، ها هما، والقياسات راه مختلفين، صفر احمر ابيض وغوز، كل واحد والميزان ديالو هما كاينين. ها انت كاينين، هذا كاين هذا البراسلي، هذا الثمن ديالو كيدير 6400 درهم، 640 اورو 126 الف ريال. ها هو القياس ديالو 5 ونص. كاين هذا ديال الجاكوار كيدير 9600 درهم، 960 اورو 192 الف ريال، ها هو 9600 درهم. هذا عافاك شحال، لا اختي بالنسبة نجيب، نجيب بالنسبة لخديجة، بالنسبة للبروم على حسب الجرامات اللي عندك انتيا، على حسب الجرامات، كل ما حد بيت يكون ثقيل ما حدو كيكون صحيح، ديما زيد في الجرامات، الجرام تقريبا 20 غرام 25 غرام 30 غرام، ولكن كيكون تبطح كيكون ثقيل. هذا القياس ديالو 5 ونص، هذا وهذا الجاكوار حتى هو الجوج كلهم 5 ونص، هذا 960 الاورو، هذا كيدير 6400 درهم 640 اورو. هما هذو كلهم مشات بعد، بعتهم ليك، لا هو باقي في كرطونه باقي ما سيفطو. كاين هاد البراسيت هادو، هادو تقال، هادو ديال رافينيتا، هادو فيهم الاحمر الابيض والصفر، ولكن تقال هادو راه كيديروا تقريبا 12800 درهم الواحد،
1800 الاورو الواحد، 1,056 ريال الواحد. ها هما فيهم ثلاثة، عندي فيهم ثلاثة بالنسبة اللي بغاهم هما كاينين. هادو كلهم غندوز لكم كما قلت لكم، هادو روميين براسيات لحد ديك السيمانة ما دوزتهمش، قلت لكم ندوز لكم اليوم إن شاء الله. هاد الشيء الميزات، لا لا هادشي كله ميزات دوزيام ماشي جديد. أين دوز شحال من واحد ديال شحال؟ اللي فيه ستة هاكا كاين هذا كيدير 6120 درهم و 150 درهم، 123 ريال 615 اورو. كاين هذا في غير رقيق رومي، هذا في غير سيرتي ديال الحجر هنايا، والثمن ديالو كيدير 6000 درهم، 600 اورو 120 ريال. 6000 درهم 600 اورو 120 ريال. حزين قلت لك هذا العفير مالك مغوبش ضحكوا مولاها ربي. ورا انت اللي ما خليتينيش، انت داكشي علاش تغوبشت، كون خليتيني كون ضحكت. الله يحفظك يا مدام العفير. هذا قلنا الثمن ديالو 5200. واش راه عندي، اش عندي شي ما باش نضحك. 5200 درهم هذا 520 اورو 104000 ريال، وهذا كيدير 6000 درهم 600 اورو 120000 ريال. حسين يا حب شوف جيب لي هذاك الشارجور باش ندير لي هذا. هادو كلهم روميين هادو، ها انت كاين هذا دوزناه. يا اخي كنا خرجتي وجيبوا لي عندك طيب نحيد هادو. تخفيضات كاينه تخفيضات، ودابا حنا راه ماشي تخفيضات، دابا راه كلشي هابط دابا. وداو دولي يدير لكم الميزات اش بغيتي مازال. ها انت واحد السطوار زوين هذا، غادي تضربوا عليه عاوتاني على هذا السطوار هذا. ها هو السطوار ديال رافينيتي، حتى هو باقي وكذا ما طويلش، هذا غير ميني سطوار هذا. هذا ما طويلش، الثمن ديالو كيدير 11500 درهم، 1,050,000 ريال، 1,150 اورو، 1,030,000 ريال. ورينا خوات مرياج دبيض واخا ان شاء الله اختي مرحبا مصاب، قال لكم كنت كترسل لامريكا سكين اختي، كون اختي لقيت انا نمشي وكل ماشي كاع ما نبقى انا. سي عزان واش الفلوس كضحك كتحيد الهم. هي ملي عندك الفلوس راه كتحيد الهم ياك، ما كاين حد صيفط لينا لسويسرا هادشي غزال. ايوا صافي قطعوا لي البيي غنمشي لسويسرا امريكان، ولا عنده شي كوموند اخرى غنديه ليه ماشي مشكل. هذا الثمن ديالو كيدير 1,030,000 ريال، 11,500 درهم لامريكا. ها انت ها انت ها واحد يقول هذا كيدير ما شاء الله، ها انت قول هذا واعره. ها هي فيها 17 رويزة، ها هي 17 رويزة، وفيها والسنسلة ديالها فيها مهم كلها الميزان ديالها فيها 85 غرام، ولكن فيها 17 رويزة وهذه فيها 80 غرام، 30 غرام في السنسلة، كتقام 77,000 درهم، 7 مليون و 140,000 ريال، وكلهم حمرين القدام هادو الشيوم. خديت عند واحد السيدة قبيلة، كلهم الميزات هادو، كلهم في الميزات، وكاين هاد السطوار هذا تا هو في الميزات، هادو كلهم الميزات كيكونوا مستعملين. بغيتي لويز اختي فاطمة ولا لويز موجود؟ اختي لويز موجود عندي، شحال بغيتي ديال لويز؟ هذا ديال الاناناس هذا كيدير 4100 درهم، 410 اورو، 82000 ريال هذا، وكاين هاد البراسلي فيسكا اختي كيدير 4100 درهم، القياس ديالو 6 410 اورو 82000 هذا رقيق رومي. بالنسبه اللي بغات تلبس ما تلبس مع شي قلت لك غير شوف الدم كتحيد لها مده السي حسن. الله يبارك فيك اختي شيماء شكرا. كان ديال الجاكوار هذا قياس ديالو 5 ونص كيدير 6000 5600 درهم، 560 اورو 112 ريال. السلسلة باللويز عندي لا كاينه هذه، ها هي هذه اللي بغيتها باللويز، ها هي دنيا
درويش هاي كاينه هذه عامره باللويز. ها انت لبس وخبي فلوسك في نفس الوقت. ها ها انت شي ها ما خم... لا فاطمه الا بغيتي عيطي في هذوك النوامر 0672 ولا 0661 عيطي للدري دابا وريزيرفي عندهم ان شاء الله شي مشكل. هذا حسين دحيدو هذا ويستون ها اللي بغاو ثاني 3 واط البراتي 3 واط كاينين رومينو كاينين بلدين ها هما كاينين هادو كيديروا 16000 درهم مليون و120 الف ريال 1600 الاورو هذا 16000 درهم ني دايرين هادو 1600 الاورو مليون و100 مليون و120 الف ريال هادو براستي ثلاثه وكاينين هاد ثلاثه هما ولكن هادو تقال شويه هادو ما فيهم لا حجر لا والو ولكن تقال هادو الثمن ديالهم كيديروا 32 الف درهم ثلاثه المليون و40 الف ريال 3200 اورو 3200 اورو القياس ديالهم 6 ها كاينين هادو حتى هما هادو كلهم ما فيهم لا حجر لا والو لويزا الوحده دايره 70000 ريال لا مليكه براسلي كلاش بشحال براسلي كلاش اختي عندي هذا كلاش عندي هذا كيشبه ماشي كلاش ولكن كيشبه لي هذا الثمن ديالو كيدير 5350 درهم 535 اورو 107000 ريال هذا المضام المضام رفيقه كاينين انا مازال خدام في البراسليات مازال كنوريك في البراسليات كاين هذا هاد البراسيات ثلاثة قلنا دايرين 27000 درهم جوج دالمليون و 140 فيهم 47 غرام ديما شوف الغرام ديال الذهب شحال الغرام الغرام ديما باغي تشري الذهب شوف الوزن الذهب ديما كتلعب على الوزن ديالو شحال فيه شي كاين البلدي بلاتي نسالي غير هاد الرومي وندوز ديك البراسيات البلديين كاينين البلديين عطا الله الخير بالنسبة اللي عندها قياس صغير ها انت كاين هاد البراسي هذاك ديال الفيس هذا كيدير 5200 درهم 520 اورو 104000 ريال القياس ديالو 5.1 لا 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 ف لا فاطمه لا لا ما عندي حتى شي واحد في مراكش لا هذا الثمن ديالو هذا كيدير 5200 درهم 520 اورو 104000 ريال هذا قياس صغير كاين هذا ديال فيرزاتشي حتى هو قياس صغير ها هو حتى هو قياس صغير خمسه هادو كلهم قياسات صغار هادو وكاين هذا هذا فيه لي بتي ديامو هنايا مسيرتي بالديامو هذا هنا هذا كيدير 10000 درهم مليون 1000 اورو هذا زوين ديال برا الخدمه ديال برا هنايا ماشي ديال هنا وكاين هذا البراسلي حتى هو كيدير 4850 درهم 485 اورو هذا فيه الفيس فيس حجره فيس حجره فيس حجره كله داير بحال هكا هذو كلهم في الهميزات هذو في الدوزيام البنات بغيناك تبارطاجيو الله يعطيكم الخير بارطاجيو الناس ديال الفيسبوك ولا انستغرام شحال داير الذهب الجرام دابا كيدير 490 درهم وكذا 90 كاع واقيلا اليوم 400 شي 493 درهم اليوم ديال الذهب الجرام هاكا حسين هذا براسلي 5 ونص كاين 5 ونص انا دوزتهم 5 ونص كاين اللي كتبغي الابيض عندي بزاف ديال الابيض ها هما الابيض اللي كتبغي الذهب الابيض ها ندوزو لكم ها انت كاين هذا كيدير 7000 درهم 700 اورو 140 الف ريال ها هو 7000 درهم 7000 درهم كيدير القياس ديالو 6 انت كاين هذا كاين هذا الفخيد هذا حتى هو في الابيض الثمن ديالو كيدير 4600 درهم 460 اورو 192 الف ريال كاين هذا حتى هو في الابيض كيدير 10500 درهم مليون و10000 ريال 1050 اورو لا هادشي كامل زيركو ماشي ديامون سي عبد الله لا شي هاد زيركو هذا كاين هاد كارتي هذا هذا ثقيل كيدير الثمن ديالو 13600 درهم ايوا كاين هذا ديال تيفاني هذا الثمن ديالو كيدير 3600 درهم هذا كلهم في البيض 360 اورو 72 الف ريال واش الثمن اللي قلتي ماده الخام ولا لا لا الماده الخام 490 درهم و 92 درهم كاين هذا ولكن قياس صغير ديال الزياده هذا كيدير 3400 درهم كاين الصفر وكاين الابيض بالنسبه للزياده ها هو براسلي فيرزاتشي كاين ها هو
قال لها فاطمه براسلي فيرزاتشي راه هي ديك اللي فيرزاتشي اللي دوزت قبيله. كاين هذا كيدير 2350 درهم سبعه هذو قياسات صغار. هذا ها هو براسلي فيرزاتشي ها هو الثمن ديالو كيدير 6500 درهم 650 اورو 130 الف ريال. فابور لا فاطمه غير ما بغاش يشري. بشرى اختي بغيتي نقول لك نقول الثمن واخا اختي غنقول الثمن ان شاء الله القياس نقول القياس واخا انا غنقول ها انت كاين هادو كلهم. ايوا البيض مازال عندنا ديال الاكس هذا الشومي هذا ديال الاكس الثمن ديالو هذا كيدير 9700 درهم 970 اورو. جيب يا خويا كسلم اخويا راه شحفت 100 و 100 ها وغبلون ها اين واحد فيهم يوسف جوج هادو كلهم دوزتهم. ها هو هذا الاكس هذا كاين هذا الفان كليف تا هو في البيض في الهميزات دوزيام هذا القياس ديالو 5.8 الثمن ديالو كيدير 7000 درهم هذا باقي زوين هذا 7000 درهم 700 اورو 140 الف ريال. شحفون اختي شحفوني هذا كيدير 6500 درهم 650 اورو 130 الف ريال. هذا الثمن ديالو دابا هذه قالت لك ماده الخام 462 462 دابا الا شفتي لابورس ديال 462 ولكن هنا في المغرب راه 492 درهم. هذه ما بغاش تدخل لهم الدماغ راه المغرب انا طالع في يده بالله يديك. هذا الثمن ديالو كيدير 5100 درهم 510 اورو 5100 درهم 510 اورو 100 الف ريال. ها انت هو هذا كيدير بسم الله كاين واحد البراسي تا هو هذا كيدير 6800 درهم 630 اورو 680 اورو 136 الف ريال. هادو كلهم البيضين اللي دوز دابا ها هما هذا براسي بلديين وبلاتي دابا ندوزو ندوز لكم شي خواتم. ها انت واحد الخاتم كيدير 4250 درهم شد واخا نشوف هذا كيدير 4250 درهم 425 اورو 85 الف ريال. هذا كاين هذا فيه فروج ولكن الفروج غير جديد ماشي قديم هذا كيدير 2800 درهم 56 الف ريال 280 اورو. كاين هذا فيه هذا الوريده صغير كيدير 1500 درهم 150 اورو 150 اورو 30 الف ريال. كاين واحد لاباك ديال رافينيتي كيدير 3100 درهم 310 اورو 62 الف ريال. هذا ها هو 310 اورو 62 الف ريال. وكاين هذا لاباك هذا حتى هو الثمن ديالو شحال كيدير 6000 درهم 600 اورو. هذا ولكن هذا ديال برا هذا خدمه زوينه فيها 6000 درهم 600 اورو. واش كيفاش داير بحال 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 الراس ديال الحنش. هذا كيدير 6000 درهم 600 اورو 120 الف ريال. عطاني لاباك ديال التلفزيون جديد هو 2800 درهم. كاين هذا كاين هذا يلا خديته هو ها هذا زوين وثقيل. هذا كاين الخاتم البراسلي ديالو البراسلي البراسلي كيدير 34300 درهم 400 درهم 3 مليون و 88 الف ريال. حسن السلسله ديال الكلاش صغيره واش كاينه؟ كاينه في جديده عندي الصغيره والكبيره كاينين راه قبيله حطيناهم قبيله في ستوريات دخلي للستوري غتلقايها تما بالثمن ديالها. الذهب قليل في المغرب قليل الذهب داكشي علاش كاين الماده الخامه قليله. اييه الثمن ديال لويز الثمن ديال لويز هو هذا ها هو الوريده هو هذا ها ها هو لويز ها هو كيدير 70000 ريال الوحده. مازال دابا غيطلع حتى هو دابا حتى هو عطيه واحد الشهر حتى هو تلقاه بثمن اخر ها هو. قلنا هذا البراسلي هذا كيدير 3440 اورو البراسلي بوحدو القياس ديالو فيه 5.5 واقيلا بغيت نشوف لك بان يقص صغير شويه. هذا فيه هذا فيه 6 هذا هذا قياس 6 البراسلي قياس 6 والخاتم الخاتم كيدير 7100 درهم ولكن هادو تقال ما شاء الله. هادو شوف الغلط ديالو من هنايا صحيح مولاتهم والله الا كنت حفي قالت لي شريتهم لبستهم مره واحده
قالت لي مره واحده لبستهم وحطيتهم باقيين نقيين ما فيهم لا ضربه لا والو. قلت لي راه صيبتهم بالعشق ولكن بدلات وصافي. لا كعرف العيالات عشاقين من الهالات. شحال من غرام في السطوار اللي دوزتي ديال 1,300,000 ريال؟ الغرام ديال اختي فيه 20 غرام. هذا ها هو فيه 20 غرام. ها هو ايمان 20 غرام. ها هو 20 غرام. قلنا هذا براسي هو دوزنا الختمه هو كاين. ايوا عندي وحده هانت كاينه دراتكو. قلت لكم كاينه دراتكو كاينه هذه اللي فيها هذه اللي فيها ديال كريستيان ديور. الثمن ديالها كدير 17,400 درهم، 1,740 اورو. ها هي هذه ادرات كوتر. كاينين جوج وقيل يا ربي. ها هو كاينه واحده اخرى شحال دايره كدير 21,600 درهم. ها هي كاينه هذه كدير 21,600 درهم، جوج للمليون. 21,600 درهم، جوج للمليون و 30,000 ريال، 32,000 ريال، جوج للمليون و 32,000 ريال، 2,160 اورو. وكاينه هذه الثمن ديالها كدير 18,800 درهم، 1,880 اورو. الرد كود ديال العنق عندي جوج. هانت كاينه واحد الخاتم ديال الكلاش. كاين خاتم ديال الكلاش اوغوز. ها هو خاتم ديال الكلاش اوغوز كيدير 2,150 درهم. براسلي ديال الفيز بالحجر شحال القياس؟ واخا انا غنقول لك القياس ديالو ديال الحجر. واش في البيض ولا في الصفر؟ ما عرفتش واحد اللي دوز. هذا اوغوز القياس ديالو 2 سنتيم. صافي ها سرت لها السويريه. واخا اختي ايمان واخا سرت لها. نشوف لك سرت اللي عندي. هذا الثمن ديالو كيدير 2,150 درهم، 43,000 ريال. البراسلي الخاتم ديال الكلاش اوغوز. ها هو اوغوز القياس ديالو 2 سنتيم. بالنسبه لك كتعرف القياس 2 سنتيم. كاين واحد الحلقات ديال الاكس. ها هما حلقات واحد البراسلي حسبتي لي ب 690 درهم الغرام. يعني واحد اختي راجل لا مايمكنش. ما عمري ما عنديش كاع شي واحد في الميزات الا القدام. القدام تنحسب لهم اكثر. اما الجداد لا. 570 550. هذا 3,500. هذا 3,750 درهم، 375 اورو، 77,000 ريال. هاد الحلقات ديال هادو كان عندنا لونسومبل، تبعت العلاقه وتبع الخاتم بقاو لي بوكل. ها هما بوكل بلا حجر. واخا انا غندوزهم ان شاء الله غادي نلقاهم لك كاينين. ها انت واحد السنيسه خفيفه ديال الله. الثمن ديالها كدير 2,100 درهم، 2,100 درهم، 220 اورو، 42,000 ريال. هاهي 2,100 درهم فيها الله وفيها ليبول، 210 اورو، 42,000 ريال. اللي دايرين هادو عندي واحد السنيسه تا هي زوينه ديال رافيني تا هي فيها النجيمات. هاهي الثمن ديالها كدير 3,000 درهم، 3,000 درهم، 60,000 ريال، 300 اورو. مساء النور الله يبارك فيك. الغرام دابا تيدير 490 درهم. هذا كدير 3,050 درهم، 61,000 ريال. ها هو 3,050 درهم. هذا ديال فيه نجيمات ياك. ان شاء الله غير جي غير جي ان شاء الله. مرحبا بك. ها انت واحد الحلقه ديال هادو ديال الفروج، هادو ديال رافينيتي. هادو خديتهم السيده عند رافينيتي. يلاه خديتهم من عندها اليوم حتى هما. هذا ولكن هادو فيهم الراس والجهه اخرى فيهم الفروج. الفروج هي قلبتهم. درت الفروج لداخل، درت الفروج لداخل وبرا دير الراس. قلت لي باش يبانو رومي. شحنتهم فيه 6,000 درهم، فيه الحمر والكحل. هو هذا هذا كيدير 12,500 درهم. دايرين هادو 1,050,000 ريال، 1,250 اورو. السيده اللي خديت من عندها هادو. ها هي راه عندها، هي خديت من عندها هادي وهادي. حيت هادو درت لهم اللون بحال هكا باش جاو لون واحد. خديت عندها هاد الكلاد ديال اللويز وخديت عندها هاد الحلقات. صيباتهم سير كوموند قالت لي على اساس هذا في لون وهادو في لون بحال بحال، جاو لون واحد. قلت كتلبسهم هي بحال هكا كتلبسهم. امين الله يسر لنا امورنا امركم يا ربي. ها هما هادو دايرين 1,050,000 ريال. السداده ديالهم هي هذه السداده، فيهم غير العمود بحال هكا كتخشى كتحل وتسد بحال هكا، ما فيهمش العمود بحال هكا ولكن راه زوينين صحاح. كاينه هذه
انت كاين هذه السلسله هذه حتى هي الثمن ديالها كدير 4400 درهم 4400 درهم 440 اورو 4000 قول 90000 ريال هذه 90000 ريال لهذوك جداد لويز هذو لا القدام هذو القدام لا ماشي جداد الجداد عندي في الكورميت ها هي الكورميت الثمن ديالها كدير 2850 درهم ها هي في الجديد ما في ما هذو قدام السنه ديال الرد كاينه ها هي هذه الثمن ديالها كدير 2850 درهم 285 اورو 285 اورو 57000 ريال اللي دايرين هادو كلهم كان عندي واحد الخاتم في الذهب الابيض وفيها بيرلا حره هذا الثمن ديالو كيدير 3600 درهم 360 اورو 72000 ريال 360 اورو 360 ها انت واحد الحلقه حتى هما في فين محزره حمراء في المزر درتي لي انا اختي بالنسبه للفروج المطبوع كيكون 18 والقديم كيكون 18 كيكون 21 طبيعه الحال كيكون 21 تيكون كاين الخواتم كاينين بزاف ديال الخواتم ها انت كاين هذه السلسله هذه حتى هي السلسله زوينه هذه كدير الثمن ديالها 11200 درهم 1,024,000 ريال هذه 11200 درهم وكاينه الكورميت ديالها بالنسبه اللي بغات تاخذ حتى الكورميت ديالها راه زوينين حتى هاد الكورميت كدير 9700 درهم 970 اورو 194000 ريال ها هي الكورميت عريضه دروميين هادو الحلقات ديال لويز كاينين هادو ها هما ندوزو ولكن هادو خصني نركب لهم هذيك الحجره هذيك كتكون فيهم حجره حمراء هادو كتكون فيهم حجره حمراء هادو كيديروا الثمن ديالهم 8000 درهم 800 اورو اللي داير 800 اورو 160000 ريال اللي طاح عليه واحد الحجره هنا كدير لها حجره حمراء ولا كحله قدام هادو الشيء عقلت عليهم الشيء هادو كيديروا 8000 درهم 800 اورو 160000 ريال خويا عندك براسلي ديال الجاكوار كاين براسلي ديال الجاكوار كاينين عندي شي ثلاثه نوريهم لك قلنا هادو ورينا لك هاد الحلقه هاد السلسله والكورميت ديالها هاتي نوريك واحد الكولي ديال الجاكوار حتى هو زوين كاين سطوار بلدي سطوار بلدي واقيلا عندي واحد جوج انا نوريهم لك ها انت كاين هذا الثمن ديالو كيدير 18000 درهم هذا ديال الجاكوار 18000 درهم مليون و160 الف ريال 1800 اورو اللي داير هذا الجاكوار كاين هذا الكولي هذا حتى هو زوين ها هو هذا الكولي ديال بلدي ديال ليبرا كيدير 25500 درهم جوج المليون و50 الف ريال هذا كولي كيجي غادكو كيجي بحال هكا على العنق واخا ندوزو غير السرات الباقي ما وصلتهمش انا غندوزهم دابا ان شاء الله ندوزهم كاين هذا الكولي بنانا هذا الكولي بنانا الثمن ديالو كيدير 8600 درهم 860 اورو 172 الف ريال هذا ها هما هذو كلهم انا غندوز ديك الجاكوار ها هما الجاكوار قدامي هما كاين ثلاثه ديال البراسي ديال الجاكوار انت كاين هذا فيه جوج دريوسه وكبير كبار الريوس ديالهم الثمن ديالو كيدير الثمن ديال هذا كيدير 15500 درهم 1550 اورو مليون ونص 10000 ريال هذا وكاين هذا فيه راس واحد هذا كيدير الثمن ديالو 11800 درهم 11800 درهم مليون و36 الف ريال كاين الطاقم ديال اعطيني ديك الطاقم ديال الحضور هذوك الحضور اللي فيهم بلديين عطيني شوف هذاك قبل تبع الكولي وعمر هذاك اللي اعطيني البراس والخاتم راه دير لهم الثمن وعطيهم لي هذا الثمن ديالو 11800 درهم مليون و36 الف ريال وكاين هذا كيدير 14700 1400 الرد كود جوج هما نعم اختي نعم حسن واش الساعات الغوليكس عندك واوراقهم واختي قلت لا ما بقاوش عند اختي لي غوليكس قلال اللي عندي اغلبيه تباعوا لي 36 كلهم تباعوا ما بقاوش عندي شي صغار اللي بقاو عندي شي وحدين فيهم ما انا مالي غوليكس اختي ما كاينينش دابا غاليين كلهم اللي عندي مشاو من بعد ما فيهم هادو كلهم لي جاكوارات اللي عندي ثلاثه هادو اللي عندي لي جاكوار اللي عندي اه وكاينين هادو لي زونسومبل ها هو
كاين هذا لونسومبل هذا فيه لي بوكل والبوندونتيف والخاتم. هذا لونسومبل كامل كيدير لازم نقول لك شحال تيدير لونسومبل هذا كيتقام ب 14600 درهم 14600 1460 اورو هاك 14600 درهم ما كيشدوش هذا كريستيان دور هكا هي وكاين هذا فيه بالكحل ما فيه لا حجر لا والو هذا فيه غير بس هذيك الصباغه بالكحل فيه الخاتم هو الخاتم والبوندونتيف الخاتم والبوندونتيف ولي بوكل كيدير 10900 درهم مليون و18 الف ريال 1090 اورو وحسن واش كاين اشنا هي لويز 22 كاينه 22 الثمن ديال التاج الله يهديك التاج ماشي اللي بيع الله يهديك كاين هاد لونسومبل ديال الجاكوار تا هو الثمن ديالو كيدير 30000 درهم 3 مليون فيه الكورميت الخاتم الحلقات والسطوار هادو كلهم الجاكوارات اللي عندي دابا هذا كاين هذا كاين كان الكولي والحلقات تبعو وبقى الخاتم والبراسلي ديال الروزاز هذا كيدير 8850 درهم 885 اورو البراسلي والخاتم كيدير 3200 درهم 64 ريال 420 اورو الخاتم البراسلي 8800 درهم 8 ديال 8000 درهم النصاص ديال 8000 درهم هما هادو قلت لك علاش التاج ماشي اللي بيع هما الناس هما يجاوبوك اختي انا ما نجاوبكش السلام انا عاد جيت من الخدمه دوز السي رمضان ولا مازال غيزلان مازال بلاتي هما رمضان ما كنخليهم هما الاخرين حيت كيكونوا ثقال شويه خاصهم شويه هما ليهم شويه نطلع لهم درجه بدرجه 176 ريال هذا البراسلي ياك والخاتم كيدير 64 ريال هادو ديال الروزاز هادو ها ماني بغاسلي عاوتاني بلديين ها يمكن هاد النبيل البلديين هذا الثمن ديالو كيدير 9300 درهم 930 اورو 186 ريال القياس ديالو 5 ونص هذا قياس 5 ونص شتي كيقول لك ملكيه المشتركه ها انت هذا راه ماشي اللي بيع الناس راه كلشي مشتركين في هذا التاج الله يهديك كاين هذا البراسلي هذا ديال التخرام كيدير 11000 درهم مليون و20 الف ريال 1100 اورو 11000 درهم كلشي مشارك في سميتو الشيء بعدا ها انت كاين هذا البراسلي حتى هو زوين هذا كيتلبس بحال الكلاش هو هذا الثمن ديالو كيدير 8500 درهم 850 اورو 850 اورو 170 الف ريال ها هو زوين هذا الخاتم البراسلي هذا 850 اورو قالت لك بغينا نعرف حاجه وحده علاش هذاك كل لايف كدير هذاك هذا هو اللي فيه الحكمه سهله هذا هو اللي دابا التاج هذا تفرجتي فيا غتبقى ديما تفرجي فيا لا فاطمه لا لا سبيكه لا ما عنديش انا كاينين الناس اللي كيبيعوها كاينين ما كيبيع هذيك تيبيعوها كي بزاف كياخذوها الحريفيه الثمن ديالو هذا 8500 درهم 850 اورو حسن سطات ديال النصاص شحال كيكون فيهم من غرام شنو هو 16 طاسات ديال النصاص الله يا اختي ما عرفت كل وحده شحال فيها كاين الخفاف وكاين الثقال هذه النباله كدير 15600 درهم 1560 اورو هذه النباله هذه ها انت كاين هذا البراسلي هذا كيدير 5400 درهم 540 اورو 108000 ريال واش قلت لك واش غادي يبيع التاج سولوه واش غادي يبيع ما عرفتش هذا كيدير 6700 درهم 670 اورو قلت لك فيه القبول هذا الشيء بعدا راه كلشي على القبول 6700 درهم 670 اورو 134000 ريال 134 فريال البراسي ديال الفيس القياس ديالو 6 ها انت كاين هذا اللي فيه الاكس ديال شاومي كيدير 8000 درهم 800 اورو في 14 غرام والقياس ديالو 6 حتى هو هذا عصير الصابون عندي واقيلا شي واحد انا نوريه لك ان شاء الله كاين هذا في الابيض براسي في الابيض كيدير 5700 درهم 570 اورو ها انت هذا الاكس هو كيدير 8600 درهم هذه ديال الاكس عندي جوج فيهم
كاين واحد خاوي من الداخل وكاين هذا مغلف، واحد خاوي واحد مغلف. ها انت هذا مغلف وهذا خاوي، واحد كيدير 8000 درهم 160 الف ريال 800 اورو، وهذا كيدير 6700 درهم 670 اورو في 11 غرام، واحد في 11 غرام واحد في 14 غرام. ها هو هذا حتى هو كيدير 5400 درهم 540 اورو 108000 ريال. وكاين هذا الكلاش، هذا قياس ستونس، هذا قياس ستونس اللي عنده قياس كبير في الكلاش، هذا كيدير 8400 درهم 840 850 اورو 170000 ريال، ولكن هذا قياس ستونس. الله نبيع ديك التاسه، فين نبيعو؟ قولي لي نبيعو نبيعو. ها هو دابا هذا الكلاش هذا هو كاين، والله الا صافي نبيعو، ملي قلتي نبيعو نبيعو ما عندناش مشكل. كاين هذا الكرميط كدير 3900 درهم، لا ستونس ستونس صوفيا لا، ها جاكورا مول 3، هذا الثمن ديالو كيدير 3900 درهم 390 اورو 390 اورو 78 الف ريال. هذه ها انت كاينه، هذه الثمن ديالها كدير 3300 درهم 330 اورو 66 الف ريال. لونسومبل ولا شنو؟ واش لونسومبل ولا شنو؟ لا جاكورا براسلي. ايوا دوك هما الثلاثة اللي دوزت. اه كاين كاين واحد اخر كاين ديال شحال؟ 9000 درهم. اه بلاتي ها هو كاين 9600. 9600 كاين. هذا كيدير هذا الكرميطات كلهم دوزناهم في الهميزات هذا. ها انت كاين هذه تاهي زوين، هذه فيها شانيل. الثمن ديالها كدير 8400 درهم. واخا انا غنشوف لك تما الحلقات غادي نشوف ان شاء الله. هذا الثمن ديالو كيدير 8400 درهم 840 اورو 840 اورو 168 الف ريال. هذه واخا انا نوريك اختي، اعطيني حوس ديك المضمات. لا 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 خلا بلاص لا دو تباعو، هادو هادو مبيوعين، هادو هما هادي هاي هادي مبيوع، هاي هادي نعم هادو كلهم نظام ديال ديك النهار تباعو. مالهم؟ هاد هادي تباعت، هادي هادي ان شاء الله، هادي هاتي هادي هادي تا هي تباعت، ها هي هاد الجوج كلهم تباعو هادو، وديال ديك النهار تا هي تباعت، ديك ديال 14 مليون تباعت، وديال 27 مليون تا هي الاخرى تباعت، هادو كلهم تباعو نهار السبت، هادوك تباعو الله يدخلهم بالرزق والتيسير. شنو هكا اختي براسلي؟ اه هو هذيك اللي دوز هذيك القديمه، هذيك القديمه اللي فين هي ديال الكبينه اللي صورتي اللي عندك؟ شوف اش كاينه تما، شوف كاينه وحده اللي خديت هي قديمه، وحده اللي عندي فيهم غادي مزال ديك المضمه عندك انت، راه بعد اللي عندك تما عطيني هذا. غدا غدا غادي يكون شي واحد عيطيني غدا لا ها انت كاينه هذه، ها هي الا بغيتي البارتمان تاعهم، ولكن تقريبا ناخذ تقريبا هذه ديال 31 مليون 31 الف اورو. هذه كانت انت اللي ديتها، هذه دايره 18 مليون 18 الف اورو. هذه فاطمة زهرة شوفي ديك المضمه، نعم ديك اللي خديتي، هذه الثمن ديالها دايره شي 14 مليون. هي ديك حسين، هي ديك ها هي، هذه هي اللي خدينا دابا، هذه يلا جاتنا، هذه يلا خدينا هذه، هي قديمه وحده اللي كاينه مازال في هاد الشديره دايره 22 مليون. ها هي 22 مليون، هذه ها هي غزاله، هذه هذه فيها تقريبا حتى الميزان ديالها فيها 335. ها هي وكاينه هذيك اللي عند ملكه، راه هي اللي عند ملكه، اللي عند ملكه راه هذيك حتى هي دابا خي. انت كاينه هذه حتى هي دايره شي 19 مليون 19 الف اورو،
وكاين هذه السفره ها هي هذيك ما خديتش فيها العربون لا والو راه نبيعها اخويا هادي كاين هادي تاهي 27 مليون دابا هاد الجوج هما اللي عندي في القدام هاد الجوج هما اللي كاينين الاخرين كلهم ما بقاوش ها هما هاد الجوج هما اللي عندي دابا في القدام هادي دايره 27 مليون هادي 27 وهادي دايره 22 ها هما اللي بغاهم ها هما الجوج دابا هما اللي ديسپونيبل حاليا ياك وكاينه هادي شحال من وحده وصلتني قالت لي لا كاينه شي مضمه ديال 10 مليون ديال 11 مليون ها هي كاينه هادي زوينه هادي دايره 11 مليون ونص ها هي 11 مليون ونص 11 مليون ونص وكاينه هادي الثمن ديالها شحال هادي دايره 15 مليون و 8000 درهم قول 16 مليون تقريبا 16 فورو دابا بالنسبه لهادو القدام كيتباعوا بشي 650 درهم للغرام تقريبا اما هادو هاد الصفرين هادو راه كيتباعوا ناقصين بالنسبه للمقارنه مع القديم باش تعرفوا هاد هاهم هادو كلهم هاهم هادو اش تاهم اختي قالت لي واش كتصرف في النظام الجداد نتصرف معاك في النظام الجداد باش شي مدير بغيتي نصايب ولكن نتصرف معاك نتصرف معاك ماشي مشكل ولكن غتلقى منك الثمن زايد وكاينه هذه اللي بغى يخبي فيها الفلوس ندير معاها الرزق دك ها هي هذه اللي دايره 31 مليون فيها شي 548 غرام ها كبيره ما شاء الله هذه ها هي هذه هذا عندك سرت لا حسين دوزو بغيت ندوز البرمطات بلاتي بلاتي ها انت كاين هاد الكرومات ديال القشاش كدير 11000 11200 درهم مليون و 24000 ريال 1120 اورو هذه يلاه خديناها هذه ها انت كاينه واحد السلسله ديال الكلو الثمن ديالها كدير 1500 درهم 1550 31000 ريال يا كاتي نتصرف فيها لا 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 جاتك السخفه وسيري تنعسي هذه الثمن ديالها كدير 1000 1050 درهم و 1050 درهم 31000 1550 1550 درهم ها انت واحد الكروميت ميسيكا ها هي في البيض الثمن ديالها كدير 2900 درهم 2900 درهم 290 الاورو 58000 ريال كاين واحد الكروميت ديال لي بول وحده صفراء وحده حمراء ديال رافينيتي ها هما كيديروا 2000 درهم لوحده 2000 درهم لوحده 42000 ريال ها. 31 548 ها هي 548 صفراء ولا حمراء؟ لا حمراء الحمراء؟ لا 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 الصفراء اللي فيها 548 هذو اللي فيها قل كاين هاد الخميسه كدير 850 درهم 850 درهم 542 17000 ريال هادي شنو اخر؟ اجي جبد اجي جبد زاد هذه كبيرة كاين طقم روميين كاينين هاكا هي ها انت كاين هاد السلاسل هادو الثمن ديال هادي كدير هادي خصها بوندونتيف هي بوندونتيف ديالها على العلاقة ديال هذا حسين ندير هذا على العلاقة ديال كاين هاد البراسلي هذا والخاتم زوينين هادو روميين كيديروا 26000 درهم والله يتقبل الله يقبل دعي معانا وخصني العلاقة ما فيهاش راه الميزان ديالها خصنا نسول فاتن نزر هذيك هادو الثمن ديالهم كيديروا 26000 درهم جوج المليون و 120000 ريال 2600 اورو بارتمان نعطيك مضم والله الا لا عندها شي بارتمان بغات تبدلها راه نعطيها البارتمان تعطيني نعطيها المضم تعطيني بارتمان سمعتي الا كانت الا كانت شعود عندها شي بارتمان في شي بلاصه غير سدها اللهم نعطيها نعطيها المضمه ندير ريبريز بالمضمه
كاين كلشي موجود. اولي السطوة كاين ديال الزريعة كدير 10200 درهم، مليون و 4000 ريال. 10200 درهم ها انت كاين هادي، مليون و 4000 ريال. كاين هاد السطوار ها انت كاين هاد السطوار، هذا الثمن ديالها كدير 6500 درهم ديال لي بول، 650 اورو 130 الف ريال. هذا 650 اورو 130 الف ريال. كاين هذا حتى هو زوين، هاد السطور عام ديال لي بول جوج هما هاك. هذاك السطور، هذاك السطور تبع عندك الخضر ها انت، هاد السطور هذا زوين، هاد السطور وطويل. هذا السطوار راه فيه هادو، ها هو السطوار، الثمن ديالو كيدير 22000 درهم. 22000 درهم جوج المليون و 40000 ريال. انت جوج المليون و 40000 ريال اللي كيدير هذا السطوار هذا. هاك حسين هذا، هاك هذا نعم صح. واش نخر مازال كاين هاد السطوار اخر يا هاك اختي؟ سرت لا قياس، واخا دابا ندوز لكم السرات البلاتي. ها انت كاينه هذه السلسله، هذه الثمن ديالها كدير 6350 درهم اي بي رقيقه، 635 اورو 127 الف ريال. كاين هاد اي بي هذه الثمن ديالها كدير 9700 درهم، 970 اورو 194 الف ريال ياك. ها انت كاينه هاد الكافي هادي كدير 10150، مليون و 3000 ريال، 1015 اورو. هادو كلهم سلاسل خاوين. وكاينه هادي ثقيله، هادي كدير 21200 درهم، 2 مليون و 24000 ريال، هادي هرميس. وكاينه هاد اي بي هادي بقات وحده، هذيك ديال 8500 درهم، 850 اورو، 850 اورو 100، 850 اورو 170000 ريال. هادو كلهم اللي عندي، بس الناس اللي عندي عاوتاني حاليا واللي ديسبونيبل دابا. بغينا براسلي في اللون السنطة حمراء والوسط حاجة ذهب. كاينين اختي سميرة، كاين اللي عندي في جداد، الا بغيتيهم غدا تواصلي معنا الدراري صورهم لكم، كاينين موجودين هادوك الا بغيتيهم ان شاء الله كاينين. عطيني ديك السلسلة قبيلة، عطيني كنت فيها هادي راه هادي. يا الله الا عندك شي بارتنر راه ليا. هي هذيك، هاك ها هي هذيك، عبرها وشوف. كاين هذا السطور هذا بلدي، ها هو الثمن ديالو كيدير 41500 درهم، 4 مليون و 30000 ريال. ها هما هادو. ها انت كاين هذا كيدير 13000 درهم، مليون و 60000 ريال، 1300 اورو. شي مضم حد 10 المليون عافاك. يسرى اختي عندي وحده ماشي دايره 11 مليون، غادي تزعمي شويه وغتاخذي هذه، راه 11 مليون هي هذه، هاي دي زوينه هذه، هاي دايره شي 11 مليون. ها هي فنه وفيها النقص زوين، وترخدم هذه لها زوينه، دايره شي 11 مليون اونص. ها هي زوينه و تا النقص ديالها غزال، دايرة 11 مليون ونص. بالنسبة اللي بغات النبيلة، كيفاش عطينا النبيلة دوك حيدهم عطوهم ليا. الله إلا قول لها سيري سيري عبري البارتمون ديالك. الله إلا هادشي اللي بقى ليا. ولي نبدل مع الناس في البارتمون. ها انت كاين هاد النباله هادي، ها انت هاد النباله تاهي زوينه، عريضه وثقيله، الثمن ديالها كدير 29000 درهم، 2 مليون و 160 و 180000 ريال، 2900 اورو. كاين هادي تاهي اللي فيها الروزاس، الثمن ديالها كدير 25600 درهم، 2560 اورو، 2 مليون ونص و 12000 ريال. هادو كلهم هادو، هادي تاهي زوينه، هادي فنه هادي، هادي مجموعه وقياس صغير، القياس ديالها 5 ونص. الثمن ديالها كدير 26700 درهم، 26700 درهم. هادو كلهم في الميزات هادو.
ها هما كاين هادو اللي كتبغى تاني شي حاجه خفيفه كاين هذا ها هو هذا الثمن ديالو كيدير 19000 درهم 1900 اورو هذا راه مغلف من الداخل لا ما مغلفش ربي اللي مغلف هو هذا هذا اللي مغلف ما هذا خاوي ولكن صحيح الثمن ديالو كيدير 19000 درهم 1900 اورو هذا كيدير هذا 150000 ريال هذا 20000 درهم جوج المليون 2000 اورو ها انت كاين هذا 8000 درهم 8000 درهم 160000 ريال 8000 درهم هي هذه ها هي هذا الثمن ديالو كيدير 21600 درهم جوج المليون و 32000 ريال هذه مونسيت هذه كاين هذه النباله مخرمه ما فيها لا حجر لا والو فيها الدوري في جناب الثمن ديالو كيدير 20500 درهم جوج المليون و 48000 ريال هذه النباله هذه زوينه ها هي مغلفه حتى هي من الداخل ها انت وكاين هذه هي زوينه الثمن ديال هذه النباله فيها الروزاس الثمن ديالو 10000 درهم مليون 1000 اورو وفيها الروزاس بقى نقيه حتى هي القياس ديالها 6 الديامتر ديالها 6 ايوا كاينه هذه حتى هي بلديه كدير 10000 درهم مليون 1000 اورو القياس ديالها 5.5 كريمه 5.5 اختي هادو هادوك انضمات تكون غير حيدتيهم الله الا كنا حيدتهم انا غنحيدهم اختي دابا هادو كدير 19500 درهم ما كنقول لك كل ما شريت تنزا المهم تيا غير شوفي وبركه عليك هاد المونشيت المونشيت هي هادي دايره الثمن ديالها ها هي 21600 درهم جوج المليون و 30000 ريال هادي زوينه هادي جوج دمينه انت كلها عريضه من هنايا ها هي وكاين هادي تا هو زوينه ثقيله وقياس صغير الثمن ديالها كدير 19500 درهم هادو كلهم بالنسبه للنبايل السرات الاختي اللي عندي السرات اللي ما عنديش بزاف صراحه في السرات لها انت بقات عندي هاد الكبيره ثقيله ها هي دايره شي 9 مليون و 60000 ريال فيها 100 ايوا كاينه هادي دايره 42000 درهم و 500 درهم 4 مليون و 50000 ريال هادي حتى هي وكاينه ثلاثه مفتولين هاد ثلاثه مفتولين قياس كبير قياس 7 الثمن ديالهم كيدير 56500 درهم 5 مليون و 5 مليون و 130000 ريال وكاين هاد الثلاثه هادو هما اللي عندي دابا في السرات هاد الساعه هادو كلهم تباعوا هذا دايرين 29000 درهم 2 مليون و 180000 ريال هادو كلهم هادو اللي كاينين دابا في السرات حاليا الله يجيب شي واحد يخلع ثاني فهاد الايامات الجايين عاوتاني ان شاء الله وكاين هذا عصير الصابون هذا هذا ندوك الدبالج هذا عصير الصابون القياس ديالو القياس ديالو غادي يكون 6 واقيلا القياس لا 6.7 هذا 6.8 وعندي واحد دبليج زوين ها هو اللي بغات غير دبليج واحد خفيف القياس ديالو 6 اونص ها هو القياس 6 اونص والثمن ديالو كيدير 5300 درهم علاش جليل علاش اختي ما كنجاوبك سمحي لي غير كتبي لي نعاود نجاوبك انا ما نقدرش نشوف كلشي هذا كيدير 5300 درهم 530 اورو 106000 ريال ها هو بالنسبه اللي بغات الدبالج ها هو الدبالج عندي هذا ياك قلنا هذا القياس ديالو 6 اونص كاين هادو ديال الفانتيان ديال 21 ها هما الثمن ديالهم كيدير هذا كيدير 12700 12700 درهم لواحد مليون و 54000 ريال لواحد راه كانوا عندي خمسه تباعوا ثلاثه بقاو تباعوا خمسه وبقاو واقيلا جوج ها هما ها جليلة هذوك اختي الروزاس حرين ها انت بحال دابا هادو لا تنفهمك بلاتي هذو اللي فيهم الروزاس هما هادو هادي فيها الروزاس حرين هادي وهاد الجوج فيهم الروزاس حرين هادو الثلاثة كلهم الروزاس حرين هادو ماشي حرين هادو لا هادو فيهم الروزاس حرين الثلاثة هادو راه كيبانو هما المارو ماشي هما هادو كلهم الروزاس ثلاثة حرين الاخرين لا ايوا عندي هاد الدبليج هذا الصويري ها هو اللي سولتني قبيله على الصويري كيدير 160000 ريال 8000 درهم 800 اورو القياس ديالو 6.4 سوطوار كرافاج الله يخليك لا اختي سوطوار كرافاج ما عنديش عندي السوطوار هذا عندي هذا ديال 3 مليون هذا ديال الزريعه سوطوار الزريعه هي هذه وحده اللي بقات عندي 3 مليون 3000 اورو هذه اللي عندي دابا حاليا ما كرافاج لا ما عنديش اختي وكاين هذا السطوار هذا ها هو كيشبه الكرافاج ولكن ماشي كرافاج ها هو
طويل هو داك يدير هو 3 د المليون 3000 يورو هذه خدمه ديال برا ماشي ديال هنا 3 د المليون ها اختي بالنسبه للمفتول المفتول شحال لواحد تشوف هذاك المفتول شحال لواحد ها انت وكاين الدبليج هذا قياس كبير حتى هو هذا قياس 6.7 6.7 الثمن ديالو كيدير 19000 درهم 1900 اورو 19000 درهم هذا هادو كلهم شنو هما لا لا اختي لا السطور بو الحياة بو الحياة ابو الحياة اختي ما كاينينش والله ما كاينين بو الحياة هذا برا غالي انا دابا كاين اللي عنده كيطلب فيه 600 درهم للجرام ما تعرفش عندي واحد اللعيبه ديال الديمو بلاتي نوريهم لكم اللويز لويز اختي ها هو لويز لويز دابا انا راه كنجمع فيها انا دابا لويز تا يطلعوا نبيعهم مابقاش ها ها هو لويز عندي القلايد فيهم ها فين هو داك ها انت لويز انت ها لويز شتي النبالة النبالة السامبل ما عرفتش انا واحد المضم شحال ديك المضمة الرقيقة دايرة شي 10 مليون ونص هذيك الرقيقة 10 مليون ونص اللي دايرة الرقيقة كاع هي هذيك ياك 11 ونص ولا 10 ونص 11 ونص قال لك 11 ونص دايرة 11 ونص هذيك سترت الرقيقة مضمة ماشي زين مضمة رقيقة هادو كاين البراسيات روميين هادو كاينين ثلاثة هادو هادو كيديروا 17000 درهم 1700 اورو مليون و 140000 ريال كاينين هادو كيدير 13200 درهم مليون و 64000 ريال 1320 اورو هادو وكاينين هادو حتى هما دو قياس كبار هادو كيديروا 17000 درهم مليون و 140000 ريال هادو فيهم ثلاثه مليون و 140000 ريال زوينين ما فيهم لا حجر لا والو فيهم واحد صفر واحد احمر واحد ابيض المضمه الكبيره شحال المضمه الكبيره هذيك المضمه هذيك هذيك راه هي هاد المضمه الكبيره دايره 31 مليون اختي ها هي 31000 اورو فيها شي 500 وجوج الغرام ها هي زوينه هادي سلوى ها تبارك الله ما شاء الله دايره كاينه هادو كاينه الاراضي الاخرى كاينه هذيك وكاينه هادي ها هي هادي الكبيره هادو كاع الكبار اللي عندي ها هذه دايره واحد دايره 30 مليون هذه 30000 اورو هذه 30 مليون وهذه دايره 31 مليون ها هما الثلاثه هما اللي عندي دابا حاليا في رمضان الكبار زعما بالنسبه للثقال غزاله ما شاء الله يلا غير جي غدا جيب لي واحد 30 مليون واجي مع الصباح مع الصباح عندي انت نوريكم واحد هذا هذا ديال الديامو هذا كاين هذا هذا فيه هذه يلاه خديته انت هما بغيتي ما انت كاين هذا هذا فيه الامرود هذا امرود وفيه لي ديامو هنا هذا كلهم حرين دابا الابيض هذا الثمن ديالو كيدير 27000 درهم 2700 اورو وكاين هذا كاري ها هو هذا الثمن ديالو كيدير 25000 درهم 2500 اورو 2 مليون ونص ها هو هذا وكاين هذا فيه ليمرود وفال الثمن ديالو كيدير 30000 درهم 3 مليون غزال تاو هذو كلهم يلا خديتهم اليوم وكاين هذا فيه السفير ها الثمن ديالو كيدير 28000 درهم 2800 اورو 2 مليون و 160000 ريال وكاين هذا فيه غير حجر الوسط بحال شكل مارغوريت هذا الثمن ديالو كيدير 12000 درهم مليون و 40000 ريال ها هما دو ضرب عليا الله خديتهم اليومين كان شي وحده باغاهم ها هما ولكن راه فني نشوف هذا السفير هذا ها المرود ان شاء الله الله يجيبك على خير ان شاء الله باذن الله عندي واحد الكولي وغوز
يا وكولي سوا ديامو ها هو ولي بوكل دي ولي بوكل ديالو دوك يتقاموا بشي 11 مليون ونص هذوك باش كيتقاموا 11 مليون ونص ها لي بوكل الله يحفظك بما نورك بعدا الكولي هو الاول ها هو حاجه نديرو ليه شي حاجه هذا ها انت ها الكولي راه فيه الحجر غير من هنا النص ديالو اللي مسيرتي ها شنو من بيت ديال الروزاز هاك دير لي هذاك تما كاري هاك هو كاري واخا المضمه الصغيره واخا انا كنحسن المضمه الصغيره انا نوريها لك دابا نوريك المضمه الصغيره ان شاء الله هاك ابراهيم الجوج فوق الثلاثه ها هي المضمه الصغيره هي هذه هاي هذه الفن هذه المضمه الصغيره هاي هي هذه المضمه الصغيره هذاك الدبليج المفتول لواحد شحال حسين قلتي لي ها ها انت واحد لعبات هما في الهميزات ها واحد العقيق في الهميز الهميزات هذا كيدير 3000 درهم 300 الاورو 60 الفرير ها هو كاين هذا في الخضر ها انت تا هو هذا تا هو خدينا عند واحد السيده تا هو اول الجوهر هذا الثمن ديالو كيدير 3700 درهم 3700 درهم 370 اورو ها هو 3700 درهم هذا كيجي تشوكر 3700 درهم 74 الفري هادو كلهم في الدوزيام انت هما هادو وكاين هذا هذا حتى هو الثمن ديالو كيدير 2500 درهم 250 اورو 50 الفري ها هما دوما الثلاثه اللي عندنا حاليا وعندنا الجداد اللي كنصايبو عندنا فيهم بزاف ديال الاشكالات ها هما هذا غير درنا لي هذا درنا لي هاد الكواري هادو الكواري ديال لي بول الذهب هذا في هاد القرطاسه هذه وفي هاد الحجيرات وكاين هذا حتى هما فيه الكوري ديال الذهب وكاينين هادو اللي كنصايبو حنايا ها عندنا فيهم بزاف ديال الشكالات هذا هذا 3700 هذا وكاين هاد لونسومبل هذا ديال السعوديه هذا فيها الكورميت الخاتم الحلقات لونسومبل كامل لونسومبل كامل كيتقام ب 11000 درهم 120000 ريال 1100 اورو هذاك ديال الديامون نوري لك ها هو اللي قلت لك الكولي ديال الديامون ها هو الكولي وبلي بوكل ديال داره ميزه زوينه هذا راه فيه غير الكارات ديالو فيهم شي سبعه الكارات اللي فيهم كاملين الكولي ولي بوكل ديالهم سبعه الكارات كيتقام ب 11 مليون ونص 11 فورو 500 اورو وغوز والحجر ديالهم كلور اف الفي في اس هذا غير همزه الا بغات شي وحده بحال هكا شي كولي بحال هكا وكاين اوغوز بليز زمرد اللي بالالوان ديك الزمرد بالالوان راهم كلشي غزال ما شاء الله ها وقت الزمرد هو هذا ها هذا راه هو في الدوزيام هذا الكبير هذا راه في الدوزيام هذاك الثمن ديالو شحال هذا كيدير 21000 درهم هذا التحتاني هذا كيدير 21000 درهم هذا راه توا في الدوزيام كانت واحد السيده صايبناه ليها شحال عاود خدينا من عندها ها هو كيدير 21000 درهم راه زوين هذه راه فيها ديالها من النور جوج المليون و 20000 ريال هذا ها هو كاين هادو حنا كنصايبهم هادو عندنا فيهم بزاف ديال الخدامي هادو بالنسبه لهذا واش هادوك يلاه واش شكونهم؟ ها هادو ما جاوش قدا ما جاوش قدا هادوك ما دارو هادو وريناهم لكم ها هما بالنسبه لهذا هذه ميزه هذه مازال هذه نعطيكم فكره هذه شي دابا هذه اللي غياخذ يديرها في العقيق بحال هكا
غتجي واعر ها هي هاد القرزه تجي في هاد الخضر هذا ها هي هادي تجي في هاد القرطاسه هادي غتجي فيها كتحمق هادي هي الشيا غتاخذها نصيبو لها كان نصيب لها بحال هكا راه نصيبو لها ها هي راه كتجي زوينه هادي بالنسبه لبغات شي وحده بغات تاخذها عطات الفكره هادي راه زوينه عندنا واحد لي مونطخه واحد اخر حتى هو زوين ها هو ها هذا عاود ثاني زوين ها هو واحد اخر جوهر وفي هاد اللعيبه هادي في هاد الكواري ديال الجوهر تا هما في هاد ها هي الثمن ديالك تا هو كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال ساعات يلاه زيتهم سعيده ها هو هذا كيدير الثمن ديالو وديك فيه هذيك اللعيبات هابطين منه كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال لي مونطخا هما ولادي يلاه زيتهم كاين هذيك اختي هذه ها هي كلها ذهب هذه كدير 95000 درهم 9.5 مليون كاينه هذه وكاينه هذيك اختي تاهي بلون بلو هذه اوغوز ها هي ياك وكاينه هاد الغوليكس هذه ها هي ها هي لا غوليكس هذه 31 هذه زوينه هذه ها ياك كاين هاد الاخرى تاع اللي ما فيهاش لي ديمون الداخل الداخل ديالها ماغو وهادي وغبلو وكاينه هادي ها انت كاينه هاد الصغيره هادي وكاينه هادي كلهم الغوليكسات اللي عندي دابا حاليا وكاين الصغار الكبار ما بقاوش عندي الكبار تنجيبهم ان شاء الله وبالنسبه للفانفخو راه عندي شي حاجه قليله منهما هما حيد التاج من راسي راه نسيتو ها هو ديال الفانفخو اللي بغات تخبي فلاتاتو تشري هذا ها هو ديال الفانفخو راه عندي شي حاجه منهم الا كان شي وحده باغاهم وما كاينين ايوا هادشي اللي كاين اللي عندنا اليوم ورينا بقى الاخوات بقى الشوكات بقى سميتو ما بقاش الوقت نوريه لكم بالنسبه ان شاء الله راه درنا ساعه وربع الله يجعل البركه بالنسبه لللايف جاي ان شاء الله نعطيكم عاوتاني الاخوات من الحلقات الكرميطات والسناسل داكشي رقيق ما درناش بزاف اليوم اليوم درنا بزاف ثقيل هاد الاخوات ما هادو اللي واعرين هادو هادو فنين هادو يلاه خديتهم ها هو يحمقوا هذا ها واخا لا غيزان لا غيزان غدير لي خدمه عمر الله يرحمها قلت لك السيده بغات لا عطيني ديك النظام عطيني بغات تشوف امها بغات تشوف النظام لا كتعاقب الوالده نوريهم لك ماشي مشكل ها كاينه هذه قول لها هذه مبيوعه ها الوالده سقي عوناتك الوالده ودعي معانا ها هي بالنسبه لغوريكس اللي عندي كلهم بالوراقه اختي هادو كاين هذه ولكن مبيوعه ب 27 مليون هذه نار حسين اعطينا خلي حسين انا يوريني وكاين سيرفيس غير ها انت كاينه هادي وراح تحطهم لي هنا هادي دايره هادي تاهي تباعت هادي تاهي مشات تباعت هادي قديمه هادو هادو جوج مشاو كاينه هادي جداد هادي دايره قلنا 15 مليون ها هي 15 مليون و 8000 درهم ها هي 15 مليون و 8000 درهم هادي هذه اللي قلت لك مزاد يلا خديتها هذه هاي هذه دايره 22 مليون 22 مليون هذه بقى هذه زوينه هذه من القدام هذه 22 مليون هذه زيد كاينه هذه دايره شي 15 مليون 18 مليون هذه هي قديمه 18 مليون 18000 اورو وكاينه هذه دايره 27 مليون ها هي هذه هي قديمه هذه 27 مليون 27000 اورو وكاينه هذه دايره 14 مليون ونص 14000 اورو 500 اورو هادو كلهم وكاينه هذه الكبيره قول لوالده ها هي هذا الوالده دايره 31 مليون واعره وثقيله ما شاء الله هادو كلهم اللي عندنا حاليا سمع الوالده بزاف ما نطولوش عليكم الله ييسر لكم ان شاء الله والله يحفظنا ويحفظكم يا ربي بالنسبه
ان شاء الله ان شاء الله ما سخيناش بكم ان شاء الله تال سخفتها والله الا سخفتوني ولكن ماشي مشكل علاقه بكم ماشي مشكل الناس اللي كومونداو عندنا غدا ان شاء الله يكون فيرمي معانا الله يعطيكم الخير حيت كاين ناس هذه ديما كنعاود نقولها الناس اللي كاين الناس غدا اللي كيبغيو السلعه كيتفرجوا في اللايف كيعيطوا لنا كنلقاو الناس مثلا مريزيرفين وفي الاخر ما تياخذوهاش الله يعطيكم الخير اللي ما بغاش شي حاجه يقول لك حيده ولا ولا غنوري اللي جا غنولي اللي جاي يشري نبيعوا ليه باش ما بقاوش اشني هذه اللي باقي الاخرين اللي باقي الاخرين هما هادو ها هما هادو زوينين هادو ها مالا بغيتيهم ها هما ها هما دابا ها دوارين هادو تي من سوين تي سعديين تي لهنا الخير اكون عام ربي يلاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما جاوبتنيش على ديك النباله منقوشه سامبل ما عرفتش هاد النباله منقوشه اه هادي هادي هي هادي ها هي اه شنو بغيتي تعرفي عليها يا قدامي دايره 15600 درهم 1560 الاورو فيها 27 غرام والقياس ديالها 6 كاع المعلومات عطيتهم لك هي هادي يلاه هادشي اللي غنقول لك خلي نضم هادي 3 مليون غير نشوف فيها انا خدي 3 مليون قلت لك غتشوف فيها عجبتي 22 مليون شوف هادي 22 مليون هي هادي واعره هادي 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 هادي, هادي واعره عندك هادي وهادي هاد الشوج ما غاديش عاد تلقاهم ها هما هاد الشوج هادو فنين هادو هو الشيء اللي عطى الله سيرت نعس سيرت نعسي ما تفرسطيني سي الله يعطيك الخير اللي غوريك ساختي كل حدود الثمن ديالها كاين 60000 درهم 70 80000 درهم كيمشيو حتى ل 20 مليون كل وحده والثمن ديالها الا كان ممكن غدا تواصلي معنا ان شاء الله نعطيك كل المعلومات ونعطيك كل شيء ديالها ان شاء الله يلا شكرا لكم صبحونا على خير اكون يعاون ربي دعوا معنا الله يستر لكم ان شاء الله الله يحفظنا ويحفظكم يا ربي وبن بونو بصحة اللي شرا طبعا انت شوف حنا اي واحد شرا شي حاجه بالصحه والراحه نظام ديال المجدول كاينين كاينين ديال المجدول عندي واقيله وحده ما عرفتش اللي عندي دابا حاليا اللي زعما موجودين كاينه هاد الصغيره ها هي كاينه هادي وكاينه هادي هما اللي كاينين ها ديال المجدول في الهميزات وكاينين في الجداد غير في الهميزات اللي كاينين هما هادو الله يبارك فيك حتى الصيف لا الله ما نسينا بكري ترى غدا خصنا غدا خصني الفلوس من غدا كتبقى حتى الصيف والله يجيب الرزاق لينا ولكن ان شاء الله يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اودي قول لي ينقص لي راه ما بغاش اودي راه نقصوا لك ماشي مشكل ها سيري يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ييسر امور